السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسب الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو وموقع سكاي سبور، كيفجر مفاجأة حول انتقال اللاعب أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان، والتفاصيل كالآتي: أصبح الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلو أقرب من أي وقت سابق للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد توصل اللاعب ووكيله إلى اتفاق مع الفريق الفرنسي لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشف الإعلام الإيطالي فابريزيو رومانو أن باريس سان جيرمان سيتقدم بعقد رسمي إلى إنتر ميلو، إضافة إلى امتيازات أخرى تتضمنها الصفقة في حالة إبرامها. ونفس المصدر أضاف أن أشرف حكيمي ووكيله توصل بالفعل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان، وسيوقع بموجبه النجم المغربي أشرف حكيمي مع الفريق الفرنسي عقدا يمتد إلى سنة 2026. وأشار موقع سكاي سبور إلى أنه لم يتبقى في الصفقة سوى الاتفاق على تفاصيل قليلة، ومنها المكافآت التي سيحصل عليها فريق إنتر ميلو. كما أوضح الموقع أيضا أن أشرف حكيمي سيحصل في باريس سان جيرمان على راتب سنوي يتراوح بين 7 و8 مليون يورو، وهذا الراتب طبعا ضخم وما يقدرش عليه فريق تشيلسي. إذا اللي كيبان أن باريس سان جيرمان هي الأقرب لحسم الصفقة، أما تشيلسي فالحظوظ ديالها بدات كتخلص، وغالبا الأيام القليلة القادمة غادي نسمعوا أن أشرف حكيمي رسميا انتقل إلى فريق باريس سان جيرمان. وكيف العادة كان معكم إسلام، ومع السلامة.